أهل قرية كلما أدخلوا الدلو في البئر أتى الحبل بلا دلو. قيل إن أهل قرية كانت لهم بئر يشربون منها، وحصل أنهم كلما أدخلوا الدلو في البئر أتى الحبل بلا دلو، وتكررت هذه الحادثة حتى كانت مصدر إزعاج لعدم معرفة السبب، حتى قالوا أنها بئر مسكونة من الجن، وقالوا فيما بينهم: نريد أحداً من أهل القرية يدخل هذه البئر ويأتينا بالخبر. فتبرع أحدهم لتلك المهمة، ولكن هذا الرجل اشترط أن يأتي أخوه ويمسك معهم الحبل الذي سوف يربط فيه. فاستغرب أهل القرية من شرطه وطلبه، وهم مجموعة وأقوياء للقيام بهذه المهمة، وحاولوا إقناعه ولكن دون جدوى. وافق أهل القرية على طلبه وأتوا بأخيه ليمسك معهم الحبل، ودخل الرجل ليستشرف الخبر، فوجد قرداً داخل البئر وهو الذي يفك الدلو داخل البئر، فحمل القرد على رأسه دون أن يخبرهم وقال لهم: اسحبوا الحبل. فلما دنا من البئر نظروا شيئاً غريباً خارجاً من البئر، فظنوا أنه شيطان، فتركوا الحبل وولوا هاربين، ولم يبقى أحد يمسك بالحبل إلا أخوه، فظل ماسكاً بالحبل خوفاً على أخيه. خرج أخوه من البئر، وحينها عرف الجميع أن الله قد جعل أخاه سبباً في نجاته، ولولا ذلك لتركوه يسقط ليلقى حتفه داخل البئر. يقول الله سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. لم يختر الله من الأقارب لشد العضد إلا الأخ، فتحاشى كل ما يوتر علاقتكما، فلن تجد في الدنيا شخصاً يشد عضدك مثل أخيك.